كنت واجدو في الجهة الدار البيضاء. دونك هاد الصفقة تمت بطلب عروض أثمنة مفتوحة، الشركة ديالنا شاركت فيها ورصات علينا حنا الصفقة. اللي نبغي نبشر الجميع بلي صفقة، وبالمناسبة فأنا ابن المنطقة، دونك فهذا كيزيدني أنا شرف وكيزيدني واحد العبء آخر، لأنني باش نكون ابن المنطقة ونعطي واحد البلوس للمنطقة من خلال هذا العمل اللي غادي نقوم به إن شاء الله. والأشغال إن شاء الله غادي تبتدأ في شهر نهاية شهر يناير، والمترقب أن هذه الأشغال المدة ديالها 10 أشهر، ونتمنوا في الله أن الملعب يكتسي واحد الحلة جديدة. وشكر للجميع الفعاليات من الناس ديال الجهة اللي خرجوا هذا المشروع للوجود، وكيف ما مرة أخرى أننا نتمنوا التوفيق للجميع، ونتمنوا باش يكون هذا الملعب هذا واجد باش الأندية الرياضية اللي كتمارس بالمنطقة ترقى لواحد الجودة، في جودة المنتوج اللي هو جودة العشب اللي غادي يكون، فغادي يرجع بالنفع على جميع الفرق. احنا متواجدين الان بمقر الجهة باش نحضروا لواحد البشرة كبيرة لمنطقة لساسفة الحي الحسني، وبالخصوص لساسفة، على المشروع اللي كما قال الاخ بداية الاشغال ديالو ان شاء الله غتكون في الشهر القادم. هذا المشروع اللي طار الانتظار ديالو، اللي تواكبوا عليه مجموعه ديال المجالس، والحمد لله دابا ضافرت الجهود لا من عند السيده العامل ولا من عند الناس ديال الجهه باش المشروع خرج للوجود. وبالجانب ديالي رئيس الشركه اللي خدات المشروع مشكور، هو ابن المنطقه وحامل ما يكفي من الهموم للمنطقه بخصوص الرياضه، وعارف مجموعه ديال الاشياء ومارستها هو، فكنهنيه من هذا المنبر. ورغم انه غادي يكون عنده واحد الحمل ثقيل وثقيل بزاف، ولكن هو كشاب كفء في هذا المجال عارف اشنو الخصوصيات ديال المنطقه، فهنيئا لابناء المنطقه. وانا كناطق رسمي للفريق مجاد لساسفة حال الذراع ديالنا كامله لجميع الطاقات الشابه اللي حنا مراهنين عليها ومراهنين عليها بزاف، لان المنطقه تعج بشباب واعد في الرياضه وفي جميع المجالات، ولكن بخصوص الرياضه فهنيئا لنا بهذا الصرح ان شاء الله اللي غادي يعطي واحد الاضافه كبيره للمنطقه، وغادي يخلينا نضاهي مجموعه ديال ماشي غير ديال المناطق ولكن ديال المدن. وحنا عندنا الثقه في هذا المنجز اللي غادي يكون، وهنيئا لنا مره ثانيه. هاد اللقاء اللي يتم بدعوة من مكتب جهة الدار البيضاء السطات للاطلاع على التفاصيل ديال برنامج إعادة تأهيل ملعب لساسفة، واللي بمجهود ديال الجهة ديال جهة الدار البيضاء السطات سيتم إعادة تأهيله ليصبح في مستوى تطلعات الفاعلين الرياضيين والجمعيات الرياضية ديال منطقة لساسفة.